هل يجوز وضع المساحيق الملونة على الوجه أو هل هذا يعتبر من التغيير لخلق الله ومعلوم أثرها في تجميل الوجه؟ وهل يوجد نص من السنة أو من القرآن يخبر أن النسوة المسلمات الأول كن يضعن مساحيق ملونة على وجوههن وأباح ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ الكحول في العينين كان معروفا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، ولا ريب أنه يعطي العين جمالا وزينة. وأما تجميل الوجه والشفتين فالأصل فيه الحل حتى يقوم دليل على المنع. فإذا تجملت المرأة أو بعبارة أصح إذا جملت وجهها بهذه المساحيق والأدهان فإن ذلك لا بأس به، لأن مثل هذه الأمور إذا لم يرد بها منع عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيها الحل، ولا نحتاج إلى طلب الدليل على حلها لأنه الأصل. وما كان هو الأصل فإن المطالب بالدليل من ادعى خلافه لا من ادعى الأصل. ولهذا إذا تمسكنا بأصل من الأصول وقال قائل ما هو الدليل، قلنا له الدليل عدم الدليل، أي أن الدليل على هذا عدم الدليل على خروجه عن الأصل.